السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بونتك. في الحلقه بتاعت النهارده احنا هنتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي تحويل الاموال. ازاي نقدر نحول الاموال من عمله لعمله ثانيه؟ ازاي نقدر نحول اموال من بيتكوين لويسترن يونيون؟ ازاي نقدر نحول من بيتكوين لباي بال؟ ازاي نقدر نحول من بيتكوين لايتكوين؟ اي عمله مهما كانت، لكن يعني العملات المشهوره. ازاي نقدر نحول من باي بال لويسترن يونيون؟ ازاي نقدر نحول من باي بال لفودافون كاش؟ لاي عمله انت تتخيلها في حياتك. يعني الموقع اللي معانا النهارده ده في كل عملات الدنيا، تمام؟ في كل العملات اللي تقدر تحول ليها، تحول ليها. اما العملات اللي انت تحول منها هي عملات محدوده شويه، ولكن انا هقول لك على طريقه ازاي تقدر تحول تقريبا من كل العملات الى اي عمله انت عايزها، تمام؟ الموضوع كله بسيط جدا مع الموقع ده، هو موقع فايل ابلود. طيب نتكلم شويه عن موقع فايل ابلود. هو موقع لرفع الملفات. اعتقد كل الناس عارفه ايه هو موقع فايل ابلود ويعني ايه رفع ملفات، وعارفه كل الكلام ده، وعارفه ازاي بنكسب فلوس من الكلام ده. ولو مش عارف تقال، لان انا كنت شرحت كذا موضوع عن الحاجات دي قبل كده، وشرحت كذا استراتيجيه عن الموقع دي. طيب نخش على فايل ابلود ونشوف الموضوع في فايل ابلود. لكن يا ريت قبل ما نبدا في الحلقه تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وشير الفيديو لو يعني ان شاء الله استفدت منه. طبعا بعد ما دخلنا على فايل ابلود، زي ما انت شايف هو ده موقع فايل ابلود، طبعا كل الناس عارفاه. هسيب لك طبعا رابط التسجيل في فايل ابلود اسفل الفيديو لو كنت انت مش مسجل في الموقع. كل اللي انت تحتاجه ان تخش على حسابي، تمام؟ هتنزل تحت تلاقي كلمه ديبوزيت، تمام؟ نضغط عليها اللي هي الاختيار الخامس. طيب الموضوع بسيط جدا بقى يا شباب، ركز معايا. هنا بتختار وسيله الدفع اللي انت عاوز تاخد منها وتحط في الموقع ده. الموقع ده اقل مبلغ تستحمل فيه هو 1 دولار على باي بال، 1 دولار على باي بال، و1 دولار على فودافون كاش، و1 دولار على حاجات كتيره جدا، تمام؟ و50 دولار على ويسترن يونيون، وهنشوف كل الكلام ده دلوقتي، مش هنتكلم فيه كتير. طيب هنا تختار وسيله الدفع اللي انت عايزها، بيتكوين مثلا، لايت كوين، بيرفكت ماني، اي دي في كاش، وباير، وويب ماني، وسكريل. اختار اي واحده من دول. هتقول لي طب امال ازاي نحول من باي بال لويسترن يونيون، وازاي نحول من باي بال لفودافون كاش؟ الناس اللي مش عارفه تاكتف اكونتها في باي بال، او اللي معاها فلوس في باي بال ومش عارفه تسحبها عشان عملت بفيزا وهميه، مش عارفه تسحب الاموال، كل ده حله النهارده. طيب نخش على بيتكوين وتقول له شارج. هيقول لك انت عايز تحط كام فلوس في الموقع. الفلوس اللي هتحطها هتتضاف هنا، هتتضاف هنا، تمام؟ ركز معايا كويس، هتتضاف هنا، وساعتها تقدر تسحبها عن طريق اي وسيله دفع انت تختارها من الموقع، اللي هو اصلا فيه اكتر من 30 وسيله دفع ممكن تختار منهم، ووسيله دفع يعني كلها لكل بلاد العالم، فكلها حاجات ممتازه يعني. طيب تمام، هنا مثلا هقول له عايز احط في الموقع ده 10 دولار، تمام؟ هقول له عايز احط في الموقع 10 دولار، قول له موافق. جميل جدا. شوف بقى هيقول لك ايه، بيقول لك ارسل للمحفظه دي المبلغ ده. المبلغ ده ايه بقى؟ المبلغ ده هو ال 10 دولار شامل، تمام؟ تكلفه التحويل. تكلفه التحويل هي كام؟ هي 15%، يعني 10 دولار هياخد منك 1.5 دولار، يعني هيدفع انت هتدفع الفلوس كلها 11 دولار ونص، يعني انت ترسل دول بثمن 11 دولار ونص على المحفظه دي، وبعديها بكام دقيقه بالظبط تلاقي الفلوس بقت موجود في حسابك. هنا بيديك ساعه انك تنقل الاموال من هنا لهنا، تمام؟ من محفظتك في البيتكوين للمحفظه اللي هو مديها لك، تمام؟ هتنقل الرقم اللي هو كاتبه لك بالظبط، هتاخده كده كوبي وتنقله، تمام؟ لازم يكون معاك اكتر من المبلغ اللي انت هتدفعه ب 15%. هتدفع 10 دولار لازم يكون معاك 11 دولار ونص، هتدفع 20 دولار لازم يكون معاك ال 15%، تمام؟ اللي هم 3 دولار. طيب كده احنا عرفنا يا باشا ازاي نقدر نحول من عمله لعمله عن طريق موقع فايل ابلود، ودي طريقه حصريه، تمام؟ طريقه حصريه. كده عرفنا ازاي نحول من عمله لعمله عن طريق فايل ابلود. طيب ازاي ممكن نحول من باي بال لاي عمله ثانيه؟ دي بقى عن طريقك انت، انت اللي هتكلم موقع فايل ابلود وتقول له هديك فلوس في الباي بال، وانت هتحولهم لي من العمله دي من باي بال، هتديهم لي على الموقع بتاعك اللي هو موقع فايل ابلود، وانا ساعتها هسحبهم على فودافون كاش. هتقول لي بينفع الكلام ده؟ هقول لك ايوه بينفع، بينفع وشغاله 100%. وطبعا الموقع ده مش محتاج اقول لك على مصداقيه الموقع، فالموقع ده تمام جدا، وتقدر تتكلم مع الموقع ده على الفيسبوك، تمام؟ هسيب لك رابط صفحتهم على الفيسبوك اسفل الفيديو، وتخش تكلمه طبعا في رسائل الصفحه وتقول لهم يا جماعه انا معايا فلوس كذا كذا في باي بال، وهحولهم لك على حسابك انت في الباي بال، ومن حسابك في الباي بال هتقوم محولهم لي على حسابي في فايل ابلود، وهو هيوافق 100%، وكنت مجربها معاهم قبل كده ووافق، تمام؟ ساعتها انت تخش بقى هنا على وسيله الدفع، هتلاقي هنا الفلوس طبعا اتحولت لك هنا 10 دولار ولا الرقم اللي انت عايزه، تقدر تسحبهم بقى عن طريق اي حاجه. عندك هنا بص كام وسيله دفع، عندك باي بال، بيرفكت ماني، سكريل، بايزا، ويب ماني، بيتكوين، لايت كوين، عندك مليار وسيله دفع انت ممكن تحول منها، عندك اي دي في كاش، عندك هنا زي ما انت الناس كانت بتسال على ويسترن يونيون، ايجيبت بوست، اتصالات، عندك حاجات كتيره جدا، كاش بلس،
امازون، حتى الامازون موجود وكل حاجه هنا تمام. تمام، فودافون كاش، بايونير، اي حاجه انت عايزها موجوده. تمام، حتى اورنج الجديده موجوده. تمام، فكل حاجه تمام في اول في الموقع ده. تقدر تعمل كل ده عن طريق موقع فايل ابلود. تقدر تحول من اي عمله لاي عمله تانية، تحول فلوس من بيتكوين الى الفلوس اللي ما تقدرش تمسكها في ايدك، تقدر تحولها من غير ما تبيعها ولا تخش بقى على موقع بيع البيتكوين وحد ينصب عليك او حاجه. بكل سهوله من موقع فايل ابلود تقدر تحول بكل سهوله فلوس البيتكوين الى فلوس تمسكها في ايدك حقيقيه على الفودافون كاش او على اي حاجه. مثلا فودافون كاش ده اقدر امسكها في ايدي، فلوس تبقى حقيقيه في ايدي، يعني احسن بالنسبه لي انا، احسن من باي بال واحسن من اي عمله تانية يعني، عشان اقدر بس بقدر يعني اسحب الفلوس في ايدي. تمام، يعني انت عندك احلى حاجه في الموقع ده انه هنا عندك حاجات للجزائر وحاجات لتونس وحاجات لكل البلاد العربيه، حاجات مستريحه جدا. تمام، بس هو ده كان شرح النهارده. هو يعني انا الشرح ده عملته بناء على كذا حد طلب مني ازاي نقدر نحول فلوس من باي بال، ازاي نقدر نحول فلوس من اي عمله احنا مش فاهمين ايه العملات دي اصلا. في عملات كتير جدا في مواقع كتير مش عارفين نسحبها، مش عارفين ناخد الفلوس من باي بال، مش عارفين ناخد فلوس من البيتكوين، مش عارفين ناخد فلوس من اللايت كوين. كل ده اتحل مع موقع فايل ابلود ومع الاضافه الجميله جدا اللي هو ضافها الموقع. يا ريت يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب القناه، ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل شير للفيديو. كان معكم مصطفى من قناه مستر بونتك. شفت الفيديو واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.